السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام، متابعي قناة من الآخر وخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي ليفربول اليوم أمام نادي واتفورد، مباراة في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. متابعيني الكرام، ليفربول يواجه واتفورد اليوم الساعة 1:30 ظهرا أو مساء توقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 2:30 ظهرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة ميعادها الساعة 3:30 عصرا أو مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 12:30 بعد منتصف النهار، 12:30 صباحا أو ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 11:30 صباحا بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة عندنا قناة بين سبورتس 1 اتش دي بريميوم الأولى بريميوم، معلق المباراة حسن العيدروس، واليكم القنوات الاجنبيه الاخرى الناقله للمباراه منها كانال بلاس الفرنسيه و ار ام سي سبورت 1 بين سبورتس كونكت. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.